تم عقد اجتماع هذا اليوم في قائمة مقامة قضاء الموصل تنفيذا للأمر الإداري الصادر من محافظة اثنين ومكتب السيد المحافظ المحترم اللي وضع الآلية الخاصة بتخصيص الأراضي لمعسكر الغزلاني للجهات المختصة والشركات ذات الأعمال الرصينة لبناء مجمعات سكنية ووحدات سكنية مع المرافق السياحية. تم الاتفاق مع دوائر ذات العلاقة من مديرية ولاية الموصل وهيئة استثمار النينوى ودائرة عقارات الدولة والتسجيل العقاري الأيمن وبعض الأطراف الأخرى التي تدعم لوجستيا هذا المشروع، وخرجنا بتوصيات رصينة إن شاء الله سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة من أجل تسهيل هذا الأمر وتنفيذه على أرض الواقع بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بالتصاميم لمعسكر الغزلاني التي تم إحالتها إلى شركة مختصة للإفراز ووضع التصاميم النهائية. ومن الله